يلاحظ أن كثيرا من الناس ينامون في المساجد، ويلاحظ على بعضهم أنه ينام على بطنه وهي صورة ليست مرغوبة، فما هو توجيهكم يا صالح؟ جزاكم الله خيرا. أصل النوم في المساجد جائز لا بأس به، إذا لم يترتب على نومه بالمسجد إضرار بالمسجد أو توسيخ بالمسجد فلا بأس بذلك، وأما النوم على البطن فهو مكروه كما ذكر السائل، سواء كان في المسجد أو في غيره. والمستحب أن نام الإنسان على جنبه، نام على جنبه الأيمن، هذا هو المستحب. جزاكم الله خيرا.